maximum concentration. شوف الخط الثاني اسمه ايه بقى؟ maximum tolerated concentration. هذا الخط البني العلوي ده اسمه maximum tolerated concentration. tolerated معناها المجتمع ممكن استحمله يعني. لو سمحتم ايه معنى كلمه maximum tolerated concentration؟ اكبر concentration ما يعمليش adversities. وحد يقول لي بقى اي تركيز اعلى منه ايه مشكلته بقى؟ دخلنا فيه التوكسيسيتي. يبقى هذا المنظر بقى عندي خمسه concentrations. عندي البيست therapeutic concentration يقع ما بين minimal effective concentration مع maximum tolerated concentration. اي تركيز تحت المينيمال افكتيف يبقى ايه افكتيف. اي تركيز فوق الماكسيمم توليريتد تحولنا الى التوكسيك كونسنتريشن. السؤال ده ان شاء الله بقى منطلق بقى ان شاء الله. انهي اريح؟ كل ما كان الفرق بين المينيمم والماكسيمم اوسع ولا اكبر؟ انهي اريح في الاستخدام؟ كل ما كان الفرق بين المينيمم افكتيف والماكسيمم توليريتد كل ما كان الفرق بينهما اكثر يبقى اريح ولا اضيق يبقى اريح؟ اكثر اريح. يبقى عندي هنا الرينج بتاعي واسع قوي. كل ما زاد الفرق كل ما كان الدواء سيف. يسموها السيفتي مارجن. قلنا مره زمان في ادويه ليها نارو سيفتي مارجن. انا عملتها كده بس في الواقع كده. حد يقول لي بقى مين السبعة تحت دوت؟ مين اللي افكتف والفوق دوت؟ ماكسيمم توليريتد. كل ما زاد كل ما كان عندي عمليه فيها براح اكتر. طب احنا بقى في الثيرابي انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز الدواء بتاعي يبقى ماشي على الثيرابيوتيك كونسنتريشن عشان يشتغل. عندك حاجه من اثنين تو ريتش الثيرابيوتيك كونسنتريشن. حاجه من اثنين. اول حاجه ادي العيان انيشيال لارج دوز مره واحده كميه كبيره. انيشيال لارج دوز الغرض منها بدي كميه كبيره تو ريتش الثيرابيوتيك كونسنتريشن. بعديها بقى كمل باي سمول دوزز الغرض منها تو مينتين الثيرابيوتيك كونسنتريشن. يبقى عندي بهذه الطريقه جرعتين. جرعه انيشيال لارج دوز الغرض منها ايه؟ تو ريتش الثيرابيوتيك كونسنتريشن فورد باي سمول دوزز. كل شويه جرعه صغيره تو مينتين ذيس كونسنتريشن. هنا بص على المنظر بتاعنا الاقي الدواء بقى ماشي اولموست ستيدي ستيت. يعني تركيز البلازما تغيره صغير قوي. ده بيسموه اس اس ستيدي ستيت كونسنتريشن. في الفارماكولوجي وخلافه لما الاقي حرف كبير مجموعة حروف سبسكرايب تحت السطر دوت اقرا الاول حروف صغيره قوي ويسموه ايه بقى؟ ستيت كونسنتريشن. التركيز بتاعنا تقريبا ثابت حوالين الثيرابيوتيك كونسنتريشن. دي طريقه لو مستعجل وعايز العين يشتغل فيه الدواء بسرعه يبقى يديه انيشيال لارج دوز فولد باي مينتنس دوز. في طريقه اخرى بقى ايه؟ ادي العيان سمول دوزز جرعه ورا جرعة ورا جرعة ورا جرعة. هاخد النهارده ان شاء الله لما ادي العيان ريبيتد دوزز اوف دراج الاقي الدواء يحصل له كميونيشن. يعني ايه كميونيشن؟ يتراكم. يقعد يتراكم. كل دواء ما بيتراكم كل جسم هيسرع اتس ريتس اوف ميتابوليزم اند اكسكريشن. يعني في جرعه صغيره ديت عند سلو ميتابوليزم اند اكسكريشن بدي فرصه الدواء يتراكم. الجرعه الاكبر الجسم ابتدى يسرع شويه ميتابوليزم اند اكسكريشن. كمان جرعه ومور كونسنتريشن الجسم ابتدى يسرع ميتابوليزم اند اكسكريشن. حاجه عند فتره معينه كده هو اصبح الريت اوف انتيك بيساوي ريت اوف اليمينيشن. باخد الدواء ومعدل وجسم سرع قوي ميتابوليزم اند اكسكريشن
عنده القدرة انه هو إليمينت دراج قادر انتي فهذه المنطقة اصبح الريت اوف انتيك ماشي مع الريت اوف إليمينيشن. مثلا باخد 100 ملي جرام من 6 ساعات وجسم خلاص 100 ملي جرام من 6 ساعات دي ماشية مع دي وصلنا برضه للسيد ستيت كونسنتريشن. هنا بقى استخدم انهي ريجيمنت تجاه الحضرتك بس يعني لو عندي في امرجنسي عايز اشرب بسرعه قوي تاخد انهي ريجيم انيشيال لارج دوز بسرعه قوي بدينا الليفل فولد باي مينتنس دوز صغيره. اللي عندي مش مستعجل ما فيش حاجه تستعجلاني يبقى اديه اليوجوال دوز لو حصلت له كاميوليشن وفتره معينه حصلت له ستيد ستيت كونسنتريشن. كل هذا كلام هنشرحه النهارده ان شاء الله. بس بقول لكم النهارده ايه الفكره العموميه بتاعت الفندمنتالز بتاعت الفارماكينتكس. نقرا كلام مع بعضينا هذا الكلام السهل قوي اتفقنا مع بعضينا تو تريت سيرتن ديزيز ذا دراج ماست ريتش ثيرابيوتيك كونسنتريشن التارجت كونسنتريشن والغرض بتاعنا تو مينتين ذيس كونسنتريشن وصل الى سي اس اس. مين فاكر بقى الاقي حرف كبير جنبيه حروف تحت السطر سبسكريبشن كده هو انطق من الاول تحت السطر فبتكلم على ستيت كونسنتريشن ده عمل. طب الحاجه الثانيه هاو تو مينتين ستيت كونسنتريشن ترجع كده للي فاتت هاو تو مينتين ستيت كونسنتريشن خلي الريت اوف انتيك يعادل ريت اوف اليمينيشن على قد جسمه ينخلص من دواء بعوض هذا الفاقد من الدواء. مثلا الجسم مثلا بيكسر 50 ملي جرام كل 12 ساعه يبقى حد العيان 50 ملي جرام كل 12 ساعه تو ريبليس اليمينيتد دراج. يبقى اول حاجه وصلنا للتارجت تاني حاجه تمنتين دي ستارجت بخلي الريت اوف دراج انستريشن بيساوي الريت اوف دراج اليمينيشن. انا طبعا احسن حاجه خالص علشان دوما ما اعملش الاكتويشن يبقى شويه عالي شويه ناقص يبقى احسن حاجه للعيان ده عن طريق الاي في انفيوجن يعني انفيوجن بالتنقيط الوريد. شوف الجسم خلص كل ثانيه قد ايه من الدواء بعوضها على طول على قد الفاقد قد معوض على طول 100%. بس صعب استخدم الاي في انفيوجن في عيان مثلا هيمشي على رجليه ويروح الشغل والحاجات دي فبعوضها بالمنطق الدوز من الدوزز بده يجرى على 12 ساعه او 6 ساعات تعالى النهارده ان شاء الله تو مينتين اس اس سي ستيت كونسنتريشن. ده الموضوع سهل قوي لحضراتكم مهم خالص ايه انواع الكاتيوس يعني ايه انواع ابسوربشن ديستريبيوشن ديسكريشن بالنسبه للدواء. عندي نوعين انواع كاتيوس يا اما يسموها فيرست اوردر كاتيوس وتاني يسموها زيرو اوردر كينيتكس. هذا كلام مهم قوي ان شاء الله يسهل عليكم جدا. انواع الكينيتكس حاجه من اثنين يا فيرست اوردر كينيتك يا اما زيرو اوردر كينيتك. بص معانا خصائص النوع الاولاني اسمه الفيرست اوردر كينيتك. هنا بتكلم على الريت اوف كينيتك سواء ابزوربشن ديستريبيوشن ميتابوليزم اند اكسكيوشن. النوع الاول انا بتكلم على فيرست اوردر كينيتيك هنا الريت اوف كينيتيك سرعه البروسيس اوف كينيتيك از بروبورشنال مع البلازما كونسنتريشن. معنى كلامي هتكلم عن الميتابوليزم عندما يكون الدواء جوه الجسم تركيزه قليل الجسم هيعمل ايه؟ سلو ميتابوليزم فقط الجرعه جسم يسرع ميتابوليزم فقط الجرعة جسم يسرع ميتابوليزم الجرعة نقصت جسم ينقص ميتابوليزم. يبقى هنا الريت اوف كينيتيك هو
بروبورشنال مع البلازما كونسنتريشن. خلي اكسكريشن، حد يقول لي انا عندي لو بلازما كونسنتريشن كده هتعمل ايه؟ ايش هو الميتابوليزم؟ وكل ما يزداد الكونسنتريشن كل ما زاد معانا الاكسكريشن. ما دام ده ماشي مع ده يسموها فيرست اوردر كده. هنا الريت اوف كينيتيك از بروبورشنال مع الدراج كونسنتريشن، ماشيين في العلو ماشيين مع بعضهم في القليل والقليل. بهذه الصوره بهذه الصوره البودي كان اليمينيت لسيرتين فراكشن اوف دراج، لسيرتين برسنت اوف دراج بفيكسد تايم دراج. يعني ايه؟ الجسم له القدره يتخلص من نص دواء في 6 ساعات. بتكلم على ايه بقى؟ على فراكشن اوف دراج. الجسم له القدره ان هو يتخلص من جزء من دواء ربع او نص او تلت او اي حاجه بير يونت تايم. دي نعملها كده حسابيا، نفرض الجسم يقدر يخلص نص الدواء كل 6 ساعات. بص كده صباح، نفرض الجسم يحتوي على 80 ملي جرام للدواء، ده تركيز عالي. الجسم هيعمل ايه؟ rapid rates of metabolism and excretion. بهذه السرعه هنزل 80 الى 40، هنزله الى النص في ظرف 6 hours. خلاص نص الدواء فراكشن منه 6 ساعات. طب حد يقول لي بقى، حد يقول لي اصبح الدواء دلوقتي 40 ملي جرام، الجسم هيعمل ايه؟ will slow down metabolism and excretion. فبرضك يخلي ال 40 تصل الى 20 ونص بعد برضك 6 اورز. دي هنا اخذ 6 ساعات يكسر 40 و 6 ساعات يكسر 20 عشان فرق معايا الكونسنتريشن. هنا كان تركيز عالي، عملت رابد ريس اوف ميتابوليزم اكسكريشن، كان تركيز نقص بطلت معايا. طب حد يقول لي بقى عايز وقت قد ايه؟ اجيب ال 20 ل 10 ست ساعات. اشمعنى؟ بطلت. طب حد يقول لي بقى ال 10 بعد ست ساعات يبقوا كام؟ يبقوا 5. جبتها منين؟ الجسم خلص من فراكشن اوف ذا دراج، جزء منه بير يونت تايم. هنا بقى نرسم علاقه ما بين اللوغاريزم بلازما كونسنتريشن مع التايم بعد ساعة 2 3 4 5 وخلافه. لما ارسم علاقة ما بين اللوغاريزم بلازما كونسنتريشن مع التايم الاقي عليها لينير دراج ديسابيرنس كيرف. اقرا معايا في هذه اللحظة ما هي خصائص فيرست اوردر كينيتيك. أول خاصية الريت أو كينيتيك يتناسب مع مين؟ مع الكونسنتريشن. كل ما زود الكونسنتريشن كل ما سرع الكينيتيك. ما دام الكينيتيك ماشي مع الكونسنتريشن يبقى عندي وي كان إليمينيت سيرتين فراكشن أوف دراج، نص ربع أو أي حاجة بين التايم. لما أرسم علاقة ما بين الكونسنتريشن والتايم يحصل لي لينير دراجز ابييرنس كيرف. خصائص هذا الكيرف ان التي هاف ثابت. حتى اخذ باله تي هاف كان معناها ايه؟ التايم ريكوايرد باي ذا بودي تو ديكريز ان امونت تو اتس هاف. الوقت اللي عايزه الجسم عشان نقص الدواء للنص هنا ثابت. طب حد يفسر لي ليه ثابت ما بين ال 80 ل 40 وال 40 ل 20 نفس الوقت ليه؟ عشان الفيرست اوردر، عشان مع ال 80 كان عندي رابيد ريس او ميتابوليزم اكسكريشن نقصت الدنيا فتره، 40 ل 20 نفسها 6 ساعات.
عشان لو حصل نفس الساعات ما تفكس فيها. الحاجه الثانيه بقى الاي يو سي اريا اندر ذا كير نمبر زمان في البيت اريا اندر ذا كير از بروبورشنال فانتازما كونسنتريشن. دي معناها ايه؟ كل ما كتر التركيز
كل ما سرع كده، وبالتالي بتخلص من فراكشن اوف درايف، فراكشن اوف درايف خلص مثلا نصه كل تايم انترفال. هذا النص قد يكون 10 ملي جرام 50 ملي جرام، هي ثابته الفراكشن اوف ذا درايف. هنا الـ AUC بتاعنا لينير، الـ T half ثابتة، الـ Test Interference لينير، الـ T half ثابتة، الـ AUC proportional مع الـ Concentration. لو انت عيان regularly it will attain CSS من 4-5 T half for example small doses of salicylate, phenytoin أو الألم. تعال بقى النوع الثاني بقى اللي اسمه Zero Order كلمة. ياخد معايا هذه الكلمة. Zero order kinetics عند العيان fixed capacity for kinetics. Limited capacity for kinetics. عنده طاقة معينة للخطأ. ليه؟ عشان غالبا disconnected هو absorption تبليزم سكريشن أي حاجة من دول depends على كارير أو بروتين. حد فاكر بقى حد فاكر لو العملية فيها كارير ستيرامر، فهذا الكارير ليه طاقة معينة يقدر يشيل وعن نقطة معينة يحصل ساتوريشن، عنده limited capacity. لو الانزيم يشتغل هو ما يحصل له ايه ساتوريشن، فدي بيسموها زيرو اوردر كينيتكس او ساتوريشن كينيتكس. دي سموها ساتوريشن كينيتكس انفولفينج يا كارير يا انزيم لايبل فور ساتوريشن. هنا الدواء عنده الكينيتك عنده ماكسيمم كاباسيتي، يعني ادي الدواء في التركيز كينيتك ادي كده زر التركيز تسير كريتيك مش معنى ساتوريتك كده التركيز تسير كريتيك مش معنى ساتوريتك. فهنا بقى الريت أو كينيتيك لا يتناسب مع الكونسنتريشن، الريت أو كينيتيك ما بيزيدش مع لازمة كونسنتريشن. هنا بقى بخلص هنا كويس قوي بتخلص من فيكسد أمانت أوف درايف، مش فراكشن بقى fixed amount of drag per unit time. هديك example الصورة المستنية كده هو وانت هتتقلب معايا. For example الميتابوليزم of alcohol. الميتابوليزم of alcohol. خلي بالك حضرتك. أقصى طاقة الجسم الآدمي للليفر إن كان ميتابولايز 10 ml of alcohol per hour. أقصى حاجة عندي الماي الكحول دجنيز انزيم يحرق 10 ميل الكحول بير أول، ده المكسب بتاعي. مين بقى شغل أول حساب؟ مش سهلة يعني، ويحسب معايا. افرض عيان بلع مرة واحدة 80 ميل الكحول. يرجع يحسب معايا. بلعت مرة واحدة 80 ميل الكحول. عايز كم ساعة عشان يجيب 80 للنص هقولها هنا 40 ميل. عايز كم ساعة؟ 4 كيف يجيب؟ الفحر 10 في الساعة يبقى عايز 4 ساعة تأخر 40. يبقى هنا الديها الوقت اللي عايز يجيب 80 40 عايز 4 ساعة. طيب خد يقول لي بقى أجيب 40 إلى 20 ميل عايز كم ساعة؟ ساعتين؟ أصبح فيها دلوقتي ساعتين فقط. حد يقول لي ما لقيت بقى أنا عارض 20 إلى 10 عايز كم ساعة؟ ساعة واحدة؟ إيه درجة الحرارة؟ هل مع الزينة برضه كانت فيها تسوي ده؟ أبدا. أديها تفرق معايا حسب الكونسنتريشن. كل ما زاد الكونسنتريشن كل ما طول معايا الـ T half، وكل ما نقص الـ concentration كل ما قل معايا الـ T half. هنا بقى لما ارسم العلاقه ما بين log concentration
non-linear rugby's appearance curve. مش ماشي linear ده ده. Non-linear rugby's appearance curve. بحث معي. هقول له يا كمبيوتر احسب لي ال AUC عند واحد من الجوار. قام طلعت 5 سنتيمتر للبحث. احسب لي ال AUC عند 2 من الجوار. لانها 6 سنتيمتر للبحث. احسب لي ال AUC عند 3 من الجوار. لقيتها 8 سنتيمتر للبحث. هل هنا الـ AUC والتفصاعد in proportion of concentration؟ أبدا ده زودت الواحد الاثنين زودت الضعف وزاد معايا 20 زودته 3 أضعاف أم زاد معايا مثلا من 30% يبقى هنا الـ AUC is not proportional مع الدازمة concentration هنا كانت proportional هنا مش proportional ثاني زكاة أنا وصف فيه جدا يضرب العيان ده لو شرب 20 ml كل ساعة فكر معي يضرب لو العيان ده شرب 20 ml كل ساعة مين يقول أخذ 20 ml بعد ساعة كسرت 10 وإيه فضلت 10 أخذت 20 كمان نزلت 10 فضل لي بقى ايه 20 يحصل ده هو ايه كوميوليشن ايه الفرق ما بين الكون الحلو ده فيرست اوردر وزيرو اوردر قلنا الفيرست اوردر كده ايه لما ندير التريكت الباب يحصل له كوميوليشن يوصل الى ستيدي ستيت كونسنتريشن عند التركيز ده التركيز دوت سرعت بلازما اكسكريشن أصبح عند كل مية بتوعي تبتدئ ريت أوف إليمينيشن. إنما الخور الثاني لو لا الخور الثاني لما تيجي رعاية كبيرة فريكوينتلي يحصل له كوميوليشن بيرفع معايا خالص. ما عندوش سيتي ستيت كونسنتريشن. مين مور لايبل تو بروديوس توكسيسيتي؟ تعزير أوردر لما دين ريت أوف إنتيك أسرع من الإليمينيشن. نفس الأدوية لما ديها في large dose هتعمل saturation of volvic enzymes وتتحول من first order إلى zero order بص معي خدي عيان small dose of aspirin راح عمل exclude with the rhythm and excretion كتر aspirin رحت مصرع هذه العلاقة اسمها هي first order بس عند الجرعة دي عملنا saturation of the enzymes الآن بقى كتر أسفلين دسين كاليتك كتر أسفلين دسين كاليتك تحول العلاقة لأيه زي الأوردر يبقى نفس الدواء في small dose range first order once عمل saturation of a carrier enzyme ينقلب إلى زي الأوردر كاليتك أحد عيوب من large dose of the drugs بتحول من فيرست اوردر الى زيرو اوردر متعرض العيان الى التوكسيسيتي وده كده بسرعه بقى خلاص ان هي بقى بسم الله ان شاء الله افتح معايا كتاب حضرتك واقرا معايا ما هي خصائص فيرست اوردر كاريتك الفكره في اول كلمه هنا الريت اوف كاريتك احنا هنكمل الله ينور عليك بروبورشنال مانتازما كونسنتريشن اللي وراها بقى كل ما زود كونسنتريشن كل ما اسرع الكينيتيك اهم كلمه بقى وي كان جيت ريد اوف ا سيرتن فراكشن اوف دراج ويتش اماونت ويتش كان بالجرام ا سيرتن فراكشن اوف دراج بير ان التايم مثلا مخلص نص الدواء مثلا كل كام ساعه ثابته افرض دواء اتس تي هاف 8 ساعات اتس تي هاف 8 ساعات خد يا عيان 1000 ملغرام 1000 ملغرام
بعد 8 ساعات بكاء ومصلي. بعد كمان 8 ساعات 250. يبقى هنا الامر مختلف بس الفراكشن ثابت بتاعنا عشان هنا ايه عند البروبورشن مع الكونسنتريشن. بنعمل دراج سكيلز كيرف من هنا الكي و سي بتاعنا بروبورشنال. لما دي تدور ريبيتد دي انتربالز يصل سي اس اس. مين فكر سي اس اس معناها ايه؟ سي اس اس بتنشر بعد 4-5 فيها فور اكزامبل سكول دوز دراجز. طب نخش معايا تاني بقى اسمها فيكسد اوردر او اسمها زيرو اوردر كينيتيك. دي مشكله عندنا ايه؟ عندي ليميت الكاباسيتي فور كينيتيكس. ليه؟ يحصل ساتوريشن اوف الكوربن زاينز او كاريوت. يبقى هنا الريت اوف كينيتيك بروبورشنال مش بروبورشنال. لا فيكسد فيكسد نوت بروبورشنال مع الكونسنتريشن. We can eliminate fixed amount of drug. أنا بتخلص من كمية من الدواء 10 ملي جرام 50 ملي جرام بيرينتايم. سواء دم كمية كبيرة أو كمية صغيرة fixed elimination of certain amount per unit time. هنا تي هاف مش ثابتة زي ما قلناها مع الكحول. يحصل النون لينير دراج سيكيلنس كيرف اللي هي سي مش بروبورشنال. هنا المشكلة بقى اللي فكرني عندما يكون الريت اوف انتيك قصة عمريته بالإليمينيشن. إيه المشكلة؟ ريت اوف انتيك قصة عمريته بالإليمينيشن أوردر فور كميوليشن. وما دام كميوليشن مع الوقت هل حصل حاصل إلى ستيدي ستيت كونسنتريشن؟ لا ولا هيحصل لي إيه؟ إنكريز الكونسنتريشن فهيعدي الماكسيمم في الريت اللي دخلنا منه فيه في الستيت. نفس الأدوية بس الجرعة يبقى في الهاي كونستنت. إليمينيشن كونستنت مع
معدل الخمس مدورات الى الميديشن كونستان مضروبه في 2 بالاي دي دي فاكتور الاي دي فوليوم اوف ديستريبيوشن او الديستريبيوشن كل النوران من اليمين الى الشمال. احفظ معايا الصفحه دي ادي معلم بتقول لي الكليرنس اللي هو فوليوم بلازما كلير من الدرايف كلير تايم بيساوي الاليمينيشن كونستانت مضروب في ال في دي. لما احب احسب اس الاليمينيشن كونستانت بقسم الرقم 0.693. معرفش اعرفه ولا لا في الماثماتكس. حد يعرف اللوغاريتم؟ اللوغاريتم بستخدم قص 10 يعني 10 قص 1. في حاجه اسمها ناتشورال لوغاريتم هتسمع عليه هو النت اللي هو ال ال اللي هو الاي ده عباره عن النتشر لوجاريتم اوف 2 الجذر الطبيعي مش 20 الجذر الطبيعي 2 هو الرقم ده لما اقسم اللين بتاع 2.693 على تي ها يطلع النتشر كونستنت. طب حد فاكر الفوليوم اوف ديستريبيوشن بتحسبه ازاي؟ بدي الاماونت واسمع بلازما كونسنتريشن. يبقى خلي بقى المعادله صورتها النهائيه خالص. كليرنس اللي هو الفوليوم بير يونت تايم بتساوي الاليمينيشن كونستنت اللي هو اللين 2.693 على تي هاف مضروب في البي دي اللي هو الاماونت على ايه كونسنتريشن. مفيش فيها فهم كتير فيها بعض المعادله بتاعتنا وعوضها في الامتحان ان شاء الله. حد لسه فاكر يعني ايه بلازما هاف لايف؟ احسبناها التي هاف دوبر عن طيب ريكوير باي ذا بودي to decrease any plasma concentration resolve. الوقت اللي عايزه الجسم علشان ينقص اي تركيز في الدم بتاع الدواء to its half. طيب required by the body to decrease any plasma concentration to its half. طب حد يقول لي بقى كانت خلاص نص الدواء هذا النص راح فيه ميتابوليزم ان اكسكريشن او يحصل بقى ديستريبيوشن برا البلازما. فايت ديبندز على الديستريبيوشن بلازما كل ديستريبيوشن ديبندز على الاليمينيشن ميتابوليزم ان اكسكريشن. الواقع لدينا ان كل ما يقل الكونسنتريشن كل ما يقل تاثير الدواء ولما الدواء يختفي يتوقف مفعول. ده طبيعي بتاعنا. في ادويه شرع الجسم بطريقه ايرفيرسبل. هل سمعتوا على الكولين اسبريز انزايم؟ ده بيكسر ايه ده؟ بس طيب الكولين لما ادي العيان دواء الكولين اسبريز انهيبيتور الدواء اعلى من كده فعمل انهبيشن سيريز انزايم قد كده فعمل اسلاك كولين واكشن كل الدواء ما يقل كل انهبيشن سيريز يقل اسلاك كولين بيقل ومفرقع الدواء ايه يقل. طيب لو عندي دواء هذا الدواء كيلز يموت الكولين سيريز انزايم دواء تحت الانزايم وراح مموت الانزايم فالدواء ده هذا جسم الادم راح مموت الانزيم وراح الدواء نزل بره جسم الادم الدواء خلص خلاص هل مفعول لسه موجود ولا خلص؟ لسه موجود ليه؟ لما موت بيس ليس انزيم انت الدواء لما تقول له يخلص لما الجسم صنع من اول وجديد النيو انزيم فالدواء عمل ايه؟ ضرب ضربته موت الانزيم وهد زي الخاطر المهجور هيت اند ران ف
فأي دور شاء الله طريق irreversible inhibition of certain enzyme مفعول ممتد حتى بعد ده مختفي من برة جسم البني آدم. ليه؟ عمل عملية موت الإنزيم واختفى خلاص. ما الدواء اختفى وما هذا من سوء من مفعول لسه موجود عمل جيت أند ران. هل سمعت اسم ريزلتين؟ ريزلتين في الفسيولوجي؟ حتى تقول شغلات في البيولوجي إن شاء الله هذا الريزلتين الديستروييز النيرف إندنج بتاع الأدرينالين والأدرينالين بيموت. فالريزلتين يخش على النيرف إندنج يموت. والريزلتين مشي خلاص. الفحوص موجود بموجود بقى النيرف إندنج مات. حد يقول لي إمتى كيف هو الريزلتين؟ لما صنع اليوم النيرف إندنج سموه هيت أند ران. يبقى كلام حلو بقى بتاعنا النهارده ان شاء الله شكله قوي قوي. ايه قيمه ما اعرف الدي ار وبسيرت اندرايف؟ ليه هنا
12 مش انجليزي فيرست اوردر كده. من ثانيه بقى ذكاء حضرتك بقى عيان اخذ دواء وجوه جسمه 100 ملي جرام والعيان ده بطل دواء خلاص بطل خلاص احسب معايا بقى احسب معايا بعد اول تيهار بعد اول تيهار حلقه ديت العيان 50 ونزلنا 50 طيب بعد تاني في ضغط احنا نعرف اليوم كيف معناه ينزل النص قد يقول بقى 50 ده بقى كام؟ ده بقى 25 ونزلنا 25 بنلعب بقى بعد تالت في ضغط اللي بقى 12 ونص ونزلنا 12 ونص كمان تيهار يبقى 6 وربع و6 وربع كمان تيهار يبقى 3 وضم ومرق 3 وضم يعني الجسم يعني الجسم عايز كم تيهار كان تخلص من more than 95% of drug الجسم عايز كم تيهار كان تخلص من أكثر من 5% من الدواء بردك 4-5 تيهار فكانت 4-5 تيهار مهمة قوي 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 مع دراج انشيشن بدي اخده الاقي الدواء ابتدي يحصل له يتراكم 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 ويوصل كده للسي اس اس على 4-5 تيهار When you saw the drug appears gradually, it needs about 4-5 تيهار كان خلص تقريبا 95% of drug من 4-5 تيهار يبقى هذا التيهار بالنسبة لي مهم قوي 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 ما تحكمش على الدواء its effect غير بعد ما فوت 4-5 تيهار وصل الى السي اس اس وقف الدواء ودواء في اول شهر جسم بني ادم غير بعد مرور 4-5 تيهار قبل ما تخلص من 95% of the drug الكلمة بقى ونريح هل التيهار يفرق معاك في الفريكونسي او الكاتاليزيشن يعني دواء التهاب صغير قوي 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 الدواء بينزل النص كل ساعة يبقى الدواء ده حطها دي فريكونتي كتيرة ولا قليلة؟ كتير عشان نلحق عليه شوية دواء ينزل النص كل 24 ساعة يبقى هنا الفريكونسي بتاعنا هيقل قوي قوي والانترفال هتزيد معايا عشان ده وده لونجر او لونج تي هاف ماشي؟ نروح كده خمس دقايق ان شاء الله النهارده من التارجت بتاعنا في علاج اي مرض انا عايز الدواء بتاعي ريتش التارجت ثيرابيوتيك كونسنتريشن وكده احافظ عليه فعندي طريقتين طريقتين لاعطاء الدواء نروح نوريه للعيان الفريكوينت انترفالز كنا مع بعضينا بعد 4-5 تيهار الدواء يتراكم تراكم يوصل الى السي اس اس بعد 4-5 تيهار احنا عملناها التراكم بتاعنا او الطريقه الثانيه ان العيان انيشيال لارج دوز كميه كبيره في الاول توتين التارجت كونسنتريشن فورد باي مين تنانس دوز ازاي احسب بقى اللودن دوز ازاي احسب الجرعه اللي عايزها كي اصل الى التارجت كونسنتريشن بجيبها منين؟ بجيبها من معدل الفوليوم اوف ديستريبيوشن حتى لسه فاكر الفوليوم اوف ديستريبيوشن بحسبه ازاي؟ الفوليوم اوف ديستريبيوشن اللي هو ثابت ما بتغيرش كل دواء ان بي اي ثابت ما بتغيرش خالص يساوي الامر دراج الادم على الدسمة كونسنتريشن حد يقول لي بقى حد يقول لي بقى انا عايز اصل الى هذا التارجت كونسنتريشن عايز اوصل احسب الجرعه ازاي افتح الكتاب وطلع الفوليوم اوف ديستريبيوشن ده سهل واضربه في الكونسنتريشن حاصل الجرعه كونسنتريشن في البي تي بيساوي الاماونت ريكواير تو ريتش ذيس تارجت كونسنتريشن عارفين ايه الحساب البسط هنا بيجي هنا مقام مضروب
concentration ولو هذا CSS concentration CSS هي concentration. طيب بسنا إذا أقرأ كبيرة تؤدين التارجت concentration. This dose must be followed by small doses. الغرض منها هي بقى تمنتين التربيوتيك بلازما كونسنتريشن. احسب وراها بقى ان شاء الله ازاي احسب المينتنس دوز. المينتنس دوز ده معادله دي عباره عن ايه؟ المعادله عباره عن المينتنس دوز. المينتنس دوز بتساوي الكليرنس مضروبة في CSS الكليرنس يعني قد ايه من البلازما كيف باي يونت تايمز كل ساعة مضروبة في CSS يبقى آلي الأماونت أوف دراج كليرد باي يونت تايمز لما أضرب الكليرنس في CSS يطلع كمية من الدواء وخلص منها بيلت من الطيب بس كل ساعة وخلص من كام من جرام الدواء. فالدواء ده لو حديه كل 6 ساعات لازم أضربه في الطيب انترفال في الدوز. لو حد الدواء كل 6 ساعات إذا الرقم ده 6 ساعات حد لو كل 12 ساعة إذا الرقم ده أضربه فيه 12 ضعف. يبقى حصل ضرب الكليرنس في سي اس اس بيحصل amount of drug eliminated بين من الطاقة مثلا كل ساعة. شوف حد هو كل كام ساعة وضربه بقى في 3-4-5 حسب frequency of administration. لو حد يقول لو حد الدواء by IV infusion نقطة مرة تانية هل الـ IV infusion في time interval بالجرعة التانية؟ ما فيش. مادام حد يقول IV infusion يبقى ما عنديش طيب تلفزيون يعني مش عايش يبقى اضرب دي بدي التطبيقات بتاعتنا بالاي بي انفيوجن. يبقى المينتنس دوز معدلتها بضرب الكليرنس في سي اس اس اعرف الاموت دراج الليتد بير بين التايم واضربها في التايم انترفال بين الدوزز. لو هديه في الثلاث ساعات اضرب ثلاثه، ست ساعات اضرب فيه سته. لو هديه بالاي بي انفيوجن ما عنديش تايم انترفال شيل كتير من المعدله بتاعتنا. نرجع مرة أخرى بقى الطريقة أو الطريقة بتاعت بتسمول دوزز يتراكم وزن سي اس اس على 4-5 ضعف. أنا بالطريقة الثانية أنا مستعجل بدي انيشيال لارج دوز فولد باي مينتنس دوز. في الطب بنحب الطريقة دي ما بعرفش العيان بعرف كبيرة مرة واحدة عشان sometimes أدعم جرعة كبيرة لأن الجرعة exceeds therapeutic concentration ويصل إلى toxic concentration. لو هذا العيان عند الاسمولي بسيبشن بتاعه متغير الميتابوليزم متغير اكسكريشن with this initial large dose we may hit the toxic concentration وهي مشكلة العيان. لو مش مستعجل انتوا بالطريقة العادية بتاعتنا ادي الأول جرعات frequently هو هيتراكم ويصل إلى CSS لوحده. الموضوع ده لطيف قوي وسهل خالص حسب حضرتك how to prolong the duration of action drug ازاي اطول مفعول الدواء. حد يقول لي سمحتم اكسب ايه لما اطول مفعول الدواء؟ يبقى it's frequency of administration يحصل فيها ايه؟ هتقل انهي احسن العيان لما اديه دواء كل 3 ساعات ولا دي دواء كل 24 ساعة؟ ليه كل 24 ساعة أحسن عين؟ أريح. طب حللها أتوقع العيان يسمع كلامي أحسن يبقى العيان compliant كيف من compliant complete معناه إيش كده؟ لما compliant يعني يستجيب يسمع كلامي. أتوقع العيان more compliant لما يديه أدوية
is frequency modulation rapid frequency ولا slow frequency يبقى كل ما طول فرد دواء حديه less frequent كل ما نشور better patient compliance يعني اسمع كلامي أحسن حد يقول لي ازاي العب في كينيتكس عن طريقها اطول مفعول دواء اعمل في الابسوربشن في الديستريبيوشن ميتابوليزم اند اكسكريشن الام بتاعنا عايز اطول مفعول الدواء ايه رايكم تخلي الابسوربشن يتم بسرعه قوي 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 ولا سلو داون ابسوربشن سلو داون ابسوربشن لما بطل الامتصاص هيخش بشويش على الجسم مش فترة اطول حد لسه فاكر ازاي اطول مفعول اللوكال انستيك حد فاكر بدي معاه ايه ادرينالين سبوتينيس يعمل لي باص كونستريكشن تو سلو داون ابسوربشن ترى معايا عشان انا دي حاجات سيدت عليك ده تعرفهاش اول طريقه اطول بيها المفعول سلو داون ابسوربشن ازاي حط عليه باص كونستريكتور فور اكزامبل اد ادرينالين في اللوكال انستيك او حط على الدواء مادة جيلاتينية زي الجيلاتين لما مادة جيلاتين مع الهيبرين الهيبرين الدواء دواء الانتي كوريدا الجيلاتين يعمل اد زوربشن للهيبرين في الامتصاص لمادة الهيبرين سبكتينيسلي سبكتينيس هيبرين يتم معاه جيلاتين يخليه مادة جيلاتينية كده هو زي الجيلي امتصاصها بطيء يطول من فوق او حط على المادة اويل والمئات اويل بنقص اول ابسوربشن ليه بقى استنى معايا معظم الادوية ليبيد سوليبل لما اديها في فيس ليبيد اويل يبقى دواء على المرتاح في الفيس بتاعه ليه بقى يسيب يخش على الانتر سفلو دواء الوتر فلما ادي الدواء الليبيد فيس الاويل يبقى على المرتاح في الحقنة بتاعته الصعوبه يعدي من الحقنه من المكان انجكشن يعني الى الانتس شيف لويد فور اكزامبل الفاسو بريس تسمع ايه؟ فاسو بريس مش الامر الانتي ديوريتيك هرمون تو سلو داون ابزوربشن اللي معاه كويس طيب عايز ابطل ابزوربشن دي بقى اي حد يساعدني فيها عايز ابطل ابزوربشن احقن الدواء فين؟ سوليوشن ولا سسبنشن عايز ابطل ابسوربشن احقن الدواء في سوليوشن ولا سسبنشن سسبنشن فايت بارتكلز يعني عايز وقت اطول علشان يمتص لايك انسولين بتاع السكر ده بتاع دايبيتس انسولين لوحده وطو سريع صوصه سريع جدا فبحط عليه مواد اخرى بحط عليه بروتامين ده بروتين بروتامين وزنك مع الانسولين وحوله الى سسبنشن هذا سسبنشن معلق زوله بطيء للونج ديوريشن طب عايز ابطله زياده ابطله زياده حطه تحت الجلد فاين تابلت بلت بلت اللي بتقص غال قوي 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 سبكوتينيوس بلت امبلانتيشن ازرع تحت الجلد قرص صغير قوي 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 زي حاجه اسمها الدوكا ديس اوكسي كورتيزون اسيتيت حد سمع على ديس اوكسي كورتيزون ده عباره عن مينرالو كورتيكويد حد فكرني يعني ايه مينرالو كورتيكويد يقصد الموتور ريتنشن زي القلب الصناعي شبيه بالقلب الصناعي ودي البني ادمين الامراض الاندوكراين ديزيزز سبكوتينيوس بليت امبلانتيشن احسن اعمل فتحه بس تحت الانر سايد بتاع الارم فتحه حط الدواء بتاعك سبرايت فورم حط عليه غرزه ده تابلت بقى عشان يمتص الجزء الاول الجزء الاول يتفتت يتحول الى سسبنشن ثم يتحدد ثم يمتص عايز فتره طويله خالص في الصيدله احسن طريقه اطول بيها مفعول الدواء دي في هيئه سستين ريليز او كنترول ريليز بريبريشن مش لو سمحتوا لو قرص الاسبرين عباره
باودر وكما اسمها هيئه قرص. البودره كما اسمها هيئه قرص. ادي منظر القرص الاسود عباره عن باودر كومبريست لتبدل هذا القرص لما بتاعه لوحه المعده كله ديسنتجريتد وسيديوتد يمتص مره واحده. عايز بقى اطور تطور. اول طريقه اعمل هيئه مالتي لير، يعني افادي الاسبرين واعمل عليه لير. ادي كمان اسبرين. واعمل عليه لير. حد يقول لي بقى هذا القرص ينقسم ازاي؟ أول ما بدعم الأوتر كود هيذوب وجزء الأسبرين هينقص. القرص ينزل بعد فترة إنر كود هيذوب وجزء آخر مننا هيمتص. يبقى هنا طولت مفهوم شوية. الأدوية الغالية شوية مش نحبه بيحط عليه كود وهذا الكود بالليزر يعمل فتحات ضيقة جدا وهذا الكود بقى بيدوبش هذا الكود ريزيستنت بيدوبش. كل الدواء ده هيمتص ازاي؟ كل ما هو نازل جزء من الميه بتاع الشيء اللي يخش اللي هو محضر وحضر دفاع. كل ما هو نازل الجي اي تي جوز الميه والعصارات بتاعت العقل دي وده هو محضر وحضر يطلع. كل ما نازل في كونتينيوس ريليز اوف ذا تراك. هنا بقى عندي فيكسد اماونت اوف تراك is released by within pipe. Fixed amount drug is released by within pipe. بس كل ساعة 10 مليغرام يدوبوا ويطلعوا من الدواء. سؤال صعب خالص. أتوقع الأبسوربشن من تيس تابلت. فيرست أوردر ولا زيرو أوردر. أنا بتكلم على amount within pipe. بتكلمش على فراكشن. أدام أماونت بير يونين تايم بتكلم على زيرو أوردر تمبل. طب حد يقول لي بقى عايز أطور مفعول أعمل هيباتيك ميتابوليزم. أعمل إيش بيقول ده؟ ميتابوليزم. حد سباك الجرين فروت؟ بتكلم ساين بيهيبر. عن اكسكريشن سلو داون اكسكريشن. حد لسه فاكر علاقه البروبينيسيد بالبنسلين؟ كومبيت فور ذا سيم كارير. لما تلاقي البروبينيسيد يحتل هذا الكارير يمنع افراز البنسلين يتويل برولونج مش اكشن بنسلين. طب حاجه تفكرني كمان عايز نوع المفعول اعمل ايه في البايندنج تو بلازما بروتينز؟ ازود كل ما زود البايندنج اكتر كل ما عندي ريزرفوار اكتر كل ما زاد معايا الديفيشن اكشن تراك. كده تم الحمد لله الموضوع بتاع الفارماكينيتكس. كده بقى في المقدمه ان شاء الله الموضوع اسهل خالص حكينا فارماكينيتكس مين لسه فاكر فارماكو داينامكس تأثير مين على مين؟ لسه فاكر؟ What the drug does to the body. تأثير الدراج على البول. فيها حاجتين بتكلم على الميكانيزم اوف اكشن اند الفارماكولوجيكال اكشنز. هحاول ان شاء الله النهارده الاربعاء ان شاء الله بتكلم عن الميكانيزم اوف اكشن اوف دراجز. عندي بوسيبل ميكانيزمز اوف اكشن اوف دراجز
كل دواء ليه its own mechanism action. مش بيها نفس الميكانيزم. Some drugs react by physical effect. Physical effect. أدوية تشتغل physical. For example, by adsorption. الامتصاص على الامتصاص أو adsorption. في حجر أبيض في حجر الكاولين وأرقى كاولين في العالم كله في التسعينات المصرية. هذا الحجر الكاولين لما يتسحموه جامد قوي قوي ينبض ذلك اللي هو اسمه الكاولين. العنق الضيارية هي الضيارية بسهل. ده عنده جوه أمعاء أورجانيزمز بكتيريا وتوكسنز. أبلعه كاولين هذه البودرة. هذه البودرة هتعمل إيه؟ تعمل اد زرج للتوكسنز والبكتيريا وتنزل معاها في الاسطول. يشرب العيان الكاولين يعمل اد زرج تتصل مع التوكسنز والبكتيريا ياخدها في الاسطول في عريق دائري. الكاولين عريق دائري ازاي؟ بالاد زرج تتصل مع البكتيريا والتوكسنز او بالاوزموزس. كلمه اوزموزس أو أوزموتيك أبيليتي معناها بالدرجة كاري ووتر. أوزموتيك معناها مادة كيميائية إتكان كاري ووتر يشيل عضلها مية كتير. فور إكزامبل مغنيسيوم صلفيت ملح الإنجليزي. ملح إنجليزي أو مغنيسيوم صلفيت هديك معطيات اثنين واللي بقى مفصل. مغنيسيوم صلفيت أوزموتيك عشان معايا ميه كتير. ما ينزل فيه نوت ابزورب اورالي ما يمتصش اورالي. قول لي بقى عيان شرب اورالي مغنيسيوم صلفيت ايه هيحصل؟ شرب مغنيسيوم صلفيت راح على المعده شال ميه ما امتصش. راح على السبور تيست شال ميه ما امتصش. راح على الدرج تيست شال ميه ما امتصش. فينزل في الاسطول بالمية بتاعته. فعمل لنا ووتري اسطول. عمل لنا ايه؟ لاكسيشن اسهال ضغطية شربة. بيستحقوا يسموه شربة الملح الانجليزي اللي عنده امساك كونستيبيشن ابلعه مغنيسيوم صلفيت. هذا الصوت اوزموتيك ياخد معاه مية كتير ممكن ابزرب الكوريا. يفضل نازل نازل بالمية بتاعته راح على درجة تسع المية بتاعته بيقف مع الاسطول يعمل لي لاكستيف او برجاتيف. سلايم ملح برجاتيف شر. مانيتول هذا المانيتول بيحب المي. هديك مطاياته فكر فيها. لما ادي اي في مانيتول هيمشي على الدم يتوزع مطرح ما يعدي ياخد مي. يعدي على سي اس اف ياخد مي. يعاد على الاكواس هيومر ياخد ميه. يعاد على العضلات ياخد ميه. يعاد مش عارف ياخد ميه. ياخد ميه 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 يروح الكدني يحصل له فلتريشن نطري او صبت. هيكمل بقى مانيتول سحب ميه مش اوزموتيك. سحب ميه من السي اس اف والاكواس هيومر والسكلت المصري والجيتر كلها وراح الكدني فلتر الميه بتاعته نطري او صبت. يبقى ايه اخبار حجم اليورين؟ هيزيد تحول الى اوزموتيك دايركتيك. يبقى زي ما نسب صلفيت عمل برجاتيف شربه بالاوزموزس اخذ معاه ميه كتير. ازاي المانيتول عمل دايركتيك دايرسيس حجم اليورين كتير اخذ معاه ميه كتير. Some drugs act by chemical properties. حد يقول لي بعد كده اللي هو اللي عنده حموضه ايه سبب الحموضه؟ اتش اس ال كتير خصوصا يعني يعمل ريبيرج على سكنس. احسن حل ايه؟ بلع العيان صوديوم بايكربونيت. حد يقول لي بقى ليه صوديوم بايكربونيت تعالج الهايبر اسيدتي؟ جت منين؟ كيميكال صوديوم بايكربونيت هيتحد مع الاتش اس ال يعني صوديوم كلورايد وسير تو ووتر راح معالج الهايبر اسيديتي. خدتوها في الفسيولوجي ولا لا؟ هيبرين
very very strong acid. Its antidote اسمه بروتامين سلفيت. مستشفى سلفيت بروتامين سلفيت. طيب بروتامين سلفيت very strong base. قل لي بقى قل لي عيان أخذ هيبرين ودخل في بليد أوفردوز. لما حب أوقف عمله اديله بروتامين سلفيت. جت منين؟ ما سهل خالص. أصل الهيبرين ده أسد، بروتامين سلفيت ده بيز، يتعاطى مع بعضين يسمونها نيوتراليزيشن. فاتحاد الأسد والبيز كيميكالي يسموها نيوتراليزيشن. كمان كيميكال يسموها كيليشن. كيليشن معناها كيميكال كومباينيشن، بس مش أسد وبيز، مش نيوتراليزيشن. مين يفكرني ايه علاقة التراسيكلينز بالكالسيوم؟ كيليشن. ايه اللي حصل؟ التراسيكلين بتاعت كمية الكالسيوم الرسيبه بعض يسموه كيليشن. هتاخد ان شاء الله بس خصوص السنة التانية ان شاء الله درس الماي داي ميركابرول، داي ميركابرول بتعمل هيفي ميتالز زي الميركري زي الضغط، يخليه نون توكسيك اند ايزي سكرين. فغالبا غالبا الكيليشن ماده اورجانيك تتاخد مع الهيفي ميتال تخليه نون توكسيك اند ايزي سكرين. اخذ نون اكزامبل واحد كفايه قوي اللي هو الدايمر كابول يتاخد مع الميركري. قبل ما اجيبها بقى حد يتوقع معايا في سم دراجز اكتنج باي انهبيشن اوف سيلف ديفيجن. جبنا على الميتوزس، مين عميل هيغششه؟ مين درايز محتاجها تمنع السيل ديفيجن تمنع الميتوزس؟ الانتي كانسر درايز. يبقى ادويه الكانسر انترفير مع السيل ديفيجن في علاج الكانسر درايز. في درايز اكت باي انترفيرنج مع ميتابوليك باث واي. ميتابوليك باث واي بص لو سمحتم البكتيريا علشان تصبها كروس اند مالتيبليكيشن لازم تاخد ماده اوليه اسمها بار امين بنزويك اسيد. بار امين بنزويك اسيد عندنا انزيم اسمه داي هيدروكتيرويد سنسيتيز انزيم. داي هيدروكتيرويد سنسيتيز انزيم تحوله الى فوليك اسيد، يخش بقى على البيوريك ميتابوليزم ويعمل ايه؟ دي ان هي وحاجات تانية. البكتيريا محتاجه فور جروس امالتيبيكيشن تاكل بابا البابا ده. ماين فوليك اسيد عن طريق الداي هيدروكتيرويد سنسيس انزيم تحول الى فوليك اسيد جروس امالتيبيكيشن. الصلفه بقى فايدات الصلفه، الصلفه يكومبيت مع البابا تتنافس مع البابا وتوقف عمل ضغط تبين سنسيتيز انزيم. نحط على البكتيريا سلفونا ميت ضغط السلفة كومبيت مع البابا وتوقف عمل ضغط تبين سنسيتيز انزيم. خلي البكتيريا unable to form الفوليك اسيد. طب ليه السلفونا ميت يؤثر في البكتيريا؟ وليه مش بيأثر في الهيومن سيل؟ البكتيريا محتاجة البابا مش نحول الفوليك اسيد. لما احنا كهيومن سيل ويوز الفوليك اسيد مصنوع جاهز مش عايز نطلب حاجه، هو جاهز الفوليك اسيد. في سام درايفز اكتنج باي انهبيشن اوف انزيمز. انهبيشن اوف انزيمز فور اكزامبل دواء اسمه فايزوستيجمين. نعمل كده او من نيوستيجمين اخوه بينهبت كولين اسبريز انزيم في طريق مصدر الكولين. حق الأول قوي قوي ان شاء الله الأول ان شاء الله السنه الثاني الاسبرين بتنهبت سايكلو اوكسجينيز انزيم. سمعتوا عليه؟ طيب بص يا جدعان الفرق الصغير ان الفايزوستيجمين ريفرسبل انهبيتور وايت اسبرين ريفرسبل انهبيتور. Some drugs they act by blocking
في اللوكال انستيكس. اللوكال انستيكس مين لسه فاكر؟ فاكر يعني لو ده السنسوري نيرف تنبيه النيرف عندي ازاي بحس بالسنسيشن؟ مين فاكر؟ تنبيه النوسي سيبتورز ازاي بحس بالسنسيشن؟ تنبيه النوسي سيبتورز يفتح الصوديوم شانل، يعني صوديوم انفلكس ويعمل لنا دي فودرايزيشن، فتمتد الويف اوف دي فودرايزيشن لغايه المخ محس بيها. يبقى خلي حضرتك بقى هذا الاحساس عن طريق دي فودرايزيشن، عن طريق الصوديوم انفلكس، عن طريق الصوديوم شانل. ايه راح حضرتك بقى؟ هحقن عند النيرف لوكال انستيك اللي حقيقة في الصوديوم شانل. مين توقع معايا بقى؟ حقنت هنا لوكال انستيك راح قابل الصوديوم شانل. الان بقى لما ننبه النيرف اندنج هل حس بحاجه؟ لا. ليه؟ قفلت هنا الصوديوم شانل، يبقى عملنا عن بروبيجيشن اوف نيرف امبلس، عملنا بروبيجيشن ديبولاريزيشن، وعملنا لوكال انستيك افكت. كل هذا الكلام هو بسرعه قوي 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 خلقه في الفارماكولوجيه عندي مش عادي خالص. اما العاديه شويه بقى ان شاء الله الطريقه السابعه نتكلم عليها هذه النهارده مقدمه، لما ان شاء الله اليوم الاربعاء بقى ثلاث اربع حصه ماشي عليها موست اوف درايفز هي اكت ثرو سبيسيفيك ريسبتورز. وهذا الكلام مش قلت لحضرتك خط فيسيولوجي كويس قوي 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 قوي. الموست دراجز دي اكت ثرو كومبايندينج انتراكشن ويز سبيسيفيك ريسبتورز. في جزء حقراه حضرتك من الكتاب خلال قراءه، والجزء الثاني شرح صراحه على الشبوره ونروح بقى ان شاء الله. حد يعرف يعني ايه ريسبتور؟ هل اخذت في الفيسيولوجي يعني ايه ريسبتور؟ في عندي هنا كلمتين مش عندي لو زودتوها يتريحوني قوي قوي قوي. الريسبتور از ايه؟ كيمو سنسيتيف، مش عند حضرتك دي كيمو سنسيتيف، حساس للكيماويات. انتي كيمو سيلكتيف، اختياري لكيماويات، مش اي ميديكيمنت احد عليه، ده دي سيلكشن فور سيرتين كيميكالز. عندي هنا كلمتين مش عارف حضرتك، ريسبتور از كيمو سنسيتيف اند كيمو سيلكتيف. عندي بقى بروتين ماكرو موليكيول ده كومباين سبيسيفيكالي ويز ايه؟ ليجند. كلمتين عليه ليجند معناها اي ماده كيميائيه تتاح البرشل اسميها ليجند. اي سبستنس ذات كومباين ريسبتور اسميه ليجند. هذا الليجند قد يكون دراج، قد يكون ترانسميتر لك استربرين او ادرينالين، قد يكون هرمون. اي ماده تتاح ريسبتور اسميها ليجند. اتحاد الليجند بالريسبتور يعمل لي دراج ريسبتور كومبلكس ده بينشيت سيجنال رياكشن ويعمل في الاخر ريسبونس او افكت. هتكلم على اتحاد الليجند فيسل. فور اكزامبل عندي دراج يتحد الريسبتور علشان يعمل لي دراج ريسبتور كومبلكس. دراج ريسبتور كومبلكس هذا الاتحاد ريفرسبل، يعني الدواء يتحد الريسبتور ويخرج يعمل اسوسيشن وديسوسيشن، اسوسيشن وديسوسيشن، فتلاقي السهم بتاعه رايح جاي رايح جاي، عندي اسوسيشن وعندي ديسوسيشن.
association. Association هو association لعملية الفلسفة. دي ليها ريت ودي ليها ريت. قد يكون سريعة قوي. قد تكون عملية بطيئة شوية. association. هذا بقى هذا الاتحاد يؤدي إلى discourse. ومع هذا في دواء أقوى من الثاني قالوا ربنا خلق دواء ده أقوى من دواء
هي مش عامل سيمبل فقط نمبر سيمبل ده كمان فيه كمان افيكاسي الدواء ده فيه انتريزك اكتيفيتي عن الدواء دي نظريه نظريه بقى الحديثه اللي حضرتك ايه الدواء جاي مفعوله اثناء الاسوسيشن زي التسجيل اسوسيشن عملت مفعول والمفعول انتهى خلاص زي التسجيل هيدي اسوسيشن عمل افكت خلص خلاص عايز اكمل اعمل اسوسيشن واخد تاني اعمل اسوسيشن واخد تاني ايهما اقوى الدواء اللي هاي ريت اسوسيشن ودواء اللي سلو ريت اسوسيشن ان اسوسيشن الخير بحسب الثيوري بتاعتنا البيت الثيوري 1950 قال لك الاماونت ريسبونس يحصل مع الريس اوف اسوسيشن ان اسوسيشن دي هاير ريت دي هاير ريسبونس عرفت منه الدواء ده
كابيتال مبين حروف سبونس اوف سترايب قرن الاول قرن الاول سبونس اسمه المينيمال افكت واعلى حاجه بوصلها اسمه الماكسيمال افكت اي ماكس ماكسيمال افكت يبقى اي دوله ثانيه ليه مينيمال افكت وليه ماكسيمال افكت قبل كده ما اشتغلش بعد كده مهما دي تحتل خلاص كل ريسبتورز شرط كده سبونس خلاص انتهى خلاص ما بينهما يسموها الصب ماكسيمال صب ماكسيمال يعني فور اكزامبل فور اكزامبل المحور النص بالظبط يسموه اي 50% مفهوم نص الصب حصلت مشكله المار المار اي 75% طبعا في كده هو الافكت هو ثلاث ارباع الماكسيمم اي مثلا 25% الافكت هو ربع الماكسيمم هذا المينيمم وقال الماكسيمم افكت هو بينهما صاد ماكسيمم 90% 100% 100% 50% كل واحد من دول تقابلها ضرب يسموها الافكت دوز مينيمم اقل جرعة تعمل بفوق مينيمال افكت دوز ويسموها افكت دوز ماكسيمم اكبر جرعة تعمل بفوق يبقى اقل جرعة تعمل بفوق خالص افكت دوز مينيمال واللي تعمل ماكسيمم افكت دوز ماكسيمم مثلا تعمل 50% احسنيها افكت دوز 50 يعني الجرعة اللي بتعمل 50% رسبونس مش نمشي بقى ان شاء الله هو الرقم ما بين الدراج رسبونس اند اتس لوغاريزم دوز العلاقة بينهما تبقى ستريت لاين اوله هورزونتال واخر هورزونتال اوله ده ما اشتغلش واخر ده خلاص عمل ماكسيمم رسبونس بتاعنا خلاص اختار ريسبونس خالص ابتدى يشتغل اسمه مينيمال افكت واللي عالي قوي قوي اخر حاجه عملها الماكسيمال افكت وما بينهما صب ماكسيمال وهذا الصب ماكسيمال بقيسه برسنت من الماكسيمال يعني دوت 10% ماكسيمال 50% 55% من الماكسيمال وكل افكت من دول ليها جرعه بتعملها اللي يعمل افكت مينيمال افكت يعمل لي اسمها مينيمال افكت دوز ماكسيمال افكت دوز وفكت دوز بقى صار ماكسيمال بتعمل مثلا 50% اسمها افكت دوز 50% شوف الحاجة بقى ايه تكمل